انخفاض لدرجات الحرارة يوم الجمعة وطقس بارد نسبيا إلى بارد وأتربة مثارة يوم السبت شمالا، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن يزداد تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة يوم الجمعة، بحيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة خلال ساعات النهار. وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة، من المتوقع أن يزداد تأثر الكتلة الهوائية وتأثير الكتلة الهوائية هذه على المناطق المتوسطة من المملكة والشمالية، بما في ذلك حائل والقصيم والرياض، وأيضا الأجزاء الداخلية من المناطق الشرقية بمشيئة الله، لتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا إلى أن تكون باردة في ساعات الليل. ومن المتوقع في ساعات الفجر أيضا أن تكون شديدة البرودة الأجواء في المناطق الشمالية بمشيئة الله. أيضا من المتوقع أن يكون هنالك نشاط للرياح الغربية في المناطق الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار. أما في هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 12 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة يوم الجمعة 19 إلى 11 درجة مئوية في العاصمة الرياض، يوم السبت 20 درجة مئوية، وارتفاع يوم الأحد تصل إلى 24 في ساعات النهار، ودرجات الحرارة الليلية من 13 إلى 14 درجة مئوية. ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، ونبدأها من سكاكا 15 إلى 7 درجات، في عرعر من 13 إلى 5 درجات، وفي تبوك من 18 إلى 6 درجات مئوية في ساعات المساء. في مكة المكرمة من 28 إلى 18، في المدينة المنورة من 25 إلى 15، في جدة من 25 إلى 19، وفي الطائف من 22 درجة مئوية إلى 14 درجة في ساعات المساء. في أبها من 21 إلى 12، في الباحة من 17 إلى 12، وفي جازان من 30 إلى 25 درجة مئوية في ساعات الليل. في الدمام 22 إلى 14، في الإحساء 22 إلى 11، وفي حفر الباطن من 16 إلى 8 درجات مئوية في ساعات المساء. في العاصمة الرياض 19 إلى 11 درجة، في بريدة من 16 إلى 9 درجات، وأخيرا في حائل من 14 إلى 6 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.